السلام عليكم، أبو بكر عبد الله خوري، المدير التنفيذي لشركة كامترك. الحمد لله احنا للسنة الثانية على التوالي مشاركين في معرض الذيت، واحنا دائما نسعى ان شاء الله نوصل للزباين اللي عندنا. الشركة يعني عريقة في مقرها في الرئيسي في أبو ظبي، والشركة يعني معروفة في أدوات الصيد والتخييم والأدوات البرية. إن شاء الله إحنا عندنا توسع إن شاء الله قريبا في شارع مليحة في الشارقة، إن شاء الله نفتح الفرع الثاني لنا في الإمارات، وإن شاء الله الافتتاح بيكون بإذن الله تعالى في 2 ديسمبر على عيد الاتحاد أو العيد الوطني إن شاء الله تعالى.